في قصة عند الكاتب أحمد حلمي اسمها هذا الموقف. ثمت هذا الموقف قصة كاشفة عن لعبة تسمى بلعبة تبادل الأدوار. ثم تبادل الأدوار بين المحبين، تبادل الأدوار ما بين المحبين في قصة هذا الموقف، حيث الصمت والكلام، هي تتبادل طارة معه الصمت وهو يبادلها الكلام والعكس. يتبادلان معا الصمت والكلام، الغناء والهمس. ثم تبادل الأدوار بين المحبين في قصة هذا الموقف، الصمت والكلام، كذبة مقرورة وكاشفة عن مآلات العلاقة. دائما النصوص على الرغم من قصرها بتفضي إلى مآلات في الغالب شجية ومأساوية، مآلات تتصل بفكرة الفراق، وكأن من أحوال المحبين أن يصبح الفراق جوهرا في أحوال المحبين. دائما لاحظ في اهتمام بالملاذ رغم أن النصوص زي ما قلنا أنها قصيرة جدا ومكثفة. وفي ضباب طبعا العنوان كاشف، تلوح رؤية غائمة حول مآلات منتظرة لعلاقة مقبلة على الفناء. أما في المجرم وهي من القصص التي تخلصت من هذا القصر الشديد، في المجرم تلوح ثلاث وحدات سردية يجمع بينها السرد البطل. قصة المجرم أنا أفضل أن أنا أقرأ مقطع منها لكي أضع المتلقي في الجوهر ما سأقول، في صفحة 47 لمن معه 49. يبدأ النص هكذا: هل أنا مجرم حقيقة كما تصور لنفسي؟ إن كان نعم فكيف ذلك وأنا أرفض صناعة الأذى الأكبر على الرغم مما أقدمه لها من أذى فعلي؟ وإن كان لا فكيف ترى شخصا يرفض عشقا حقيقيا ويتكبر عليه مقابل محض أوهام مستقبلية يحيا على إثرها وحيدا طوال 5 سنوات أو شكت على إصابته بجنون وارتياب في كل شيء، إضافة إلى اكتئاب شبه مزمن يتزايد يوما بعد يوم. القادم هو الأهم. حسنا، قبل أن تضرب أخماسا في أسداس سوف أحكي لك في عجالة، أو هكذا أنتوي القصة منذ بدايتها لعلك في النهاية تستطيع إجابة السؤال الذي بدأنا به. هنا إحنا أمام قصة بتعتمد على المستوى البناء الفني، بتعتمد على تكنيك كسر الإيهام بشكل محدد وواضح للغاية، تكنيك كسر الإيهام. والقصة الحقيقة أهم ما يميزها هو فكرة اللعب الفني. القصة دي اللي المتلقي، اللي الكاتب بيلقي ما في جعبته أمام المتلقي، واللي السرد الرئيسي بيورد متلقيه في صنع السؤال وإشراكه في الإجابة عن هذا التساؤل في ما يسمى بكسر الإيهام أو كسر الحائط الرابع. المجرم بتلوح فيها ثلاث وحدات، ثلاث نساء، هن ثلاث وحدات سردية أساسية: نور ومريم وجهان. نور الحب الأول. الجامع ما بين الوحدات السردية الثلاث هو السرد البطل ذاته. يبقى أنا عندي نور، مريم، جهان. إخفاق الحب الأول بالنسبة للسرد البطل وما يتلوه من مدونة الفراغ العاطفي والبحث عن البديل. وفي الحقيقة فإن البديل يبحث عنك دائما. العلاقات في القصة مبطورة، بل إن العلاقات في معظم قصص المجموعة تبدو مبطورة وغير مكتملة. العلاقات هنا مبطورة، بل إنها تبدو معقمة نوعا ما. فالذات الساردة تحمل نزوعا مثاليا، دي مسألة مهمة، فالذات الساردة تحمل نزوعا مثاليا صوب العالم. هي لم تكمل علاقة من العلاقات الثلاث لنهايتها. قد بدت شغوفة بفكرة التجربة، ولا يخلو النص كما أشرت من ألعاب تقنية أبرزها كسر الإيهام والبناء على السؤال
وكسر إيقاعات اللغة، وقد خفف هذا جميعه من مثالية الطرح. ثمت شراكة دائمة في فكرة الحب في مجموعة من أحوال المحبين، حتى لو كانت هذه الشراكة سؤالا مؤرقا للطرفين، مثلما نجد في قصة اسمها السؤال. في قصة عند أحمد حلمي اسمها السؤال، هذه القصة هي عبارة عن سؤال بيؤرق هذا الأنا والآخر، بيؤرق الرجل والمرأة، الشاب والفتاة. ثمت شراكة دائمة في فكرة الحب، حتى لو كانت هذه الشراكة سؤالا مؤرقا للطرفين، مثلما نجد في قصة السؤال، فما الذي أعجبها فيه ولم يكن حينها في أفضل حالاته؟ السؤال ده بيتواتر على لسان السرد البطل وعلى لسان المسرود عنها اللي هي الفتاة، ان هو بيلوح بداخله ما الذي اعجبها فيه. وهو الفكرة هنا، فان هل هو وهذا السؤال الذي تتردد نغمته من خلالها ايضا، ثم يحدث النتيجة المآل المنتظر في قصص احمد حلمي، وهو هذا الايه، هذا الفراق. طيب السرد الرئيسي هنا تتجلى سماته بوصفه. طب في مسألة مهمة، انا قلت ان احنا امام في النهايه في نزعه مثاليه في في في, في العقل للعقل في التصور على العالم. السرد الرئيسي ايضا بتتجلى سماته بوصفه على المستوى الشخصي ساردا رئيسيا خجولا ومترددا. ازاي؟ ايه الشواهد النفسيه اللي عندي؟ منتظرا دائما، هو لا يبادر الا قليلا في معظم قصص المسرح. والاهم في القصه في رايي على المستوى الجمالي وعي الكاتب بسيكولوجيه شخصياته المركزيه وتاثيراتها في اللغه الاجتماعيه. انا هقول مثال يعني ناصع، بس مش البعض ناصع الدلاله، ان هي ان في الحوار السردي فتقول له ايه، وحشتني. فطبعا السارد خجول ومتردد، اقول لها ايه؟ هيقول لها هو على طول كده وانت مغمض، ليكي وحشه، ليكي وحشه كبيره والله، ليكي وحشه والله، ده اكيد ده متجوز يا اما حاطط حدود، وحشه يعني خايف، في حدود، خجل، هو سارد خجل ومتردد. تمام، بس دي نقطه مهمه على فكره. احنا محتاجين طول الوقت في حاجه، انا كنت اشتغلت عليها قبل كده، في حاجه اسمها السمات اللي هي بتبقى موجوده عند المين ناريتور او السرد الرئيسي. ان في سمات للسرد الرئيسي اللي موجود ورا الكتابه دي ممكن تتجلى من خلال الايه، الشواهد النصيه اللي موجوده. فهو طيب احنا قلنا ان هو لا يبادر فعلا الا قليلا، فيقول وحشتني، ولا وحشتني جدا، هو مش وحشتني جدا، انا متهيئ طبعا في قارئ مزاجي بتعبير بارت او مثال التعبير ايه، وان هو هيبقى هيقول لها طبعا ليك وحشه والله، ربنا يكرمك بقى. تمام. النصوص القصيرة بلغتها المكثفة للغاية، مثل طبعا مثل دفء الحزن. طبعا انا هتوقف امام فئة، انا قلت ان السؤال واحدة من التكنيكات الاصيلة في المجموعة، هل يصنع الحزن دفئا؟ يصنع، قد يصنع الحزن دفئا، بس لما تصنع نصوص احمد حلمي في الحقيقة هذه الونسة العاطفية، حالة شجية تعززها مثلا هنا اغنيات وردة وسعاد ماس. النصوص القصيرة والإشارية كما في روح مغبرة في صندوق التي شرى لها صديقي الشاعر الكبير عاطف عبد العزيز، والتجريد في قصة عن المحاولة العودة، وفي قراءة الطالع التي تلوح فيها دوال أو مفردات هي في الحقيقة مفردات مركزية في المجموعة، الحزن، الشقاء، القلب المثقل، في مجموعة ممتعة حقا تتجاوز فكرة كونها مجموعة أولى لكاتب يمكن الرهان عليه بقوة وثبات وثقة أيضا. شكرا لكم.